مساء الخير على كل متابعي المصري اليوم في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في لايف جديد معي انا محمد القماش الصحفي بالجريده. بنرصد لحضراتكم تفاصيل واقعه ماساويه كانت شهادتها منطقه المنيره الغربيه التابعه لمحافظه الجيزه. اب بينهي حياه ابنه على نحو ماساوي. هذا الاب يعني المفتري زي ما الناس هنا بتطلق عليه، وحتى اسرته اخوه وشقيقه المجني عليه اللي ظهر امام حضراتكم في اول ظهور اعلامي ليها هتحكي يعني تفاصيل هذه الجريمه البشعه على حد وصفهم. هذا الاب زي ما بقول لحضراتكم انهى حياه الابن على نحو ماساوي، علق الابن من رجله في المروحه وايديه الاثنين ربطهم في السرير. كان بيعتدي على الابن بصوره وحشيه متكرره لساعات عده، حتى لفظ الابن انفاسه الاخيره وهو بيستغيث بالاب بيقول له سيبني سيبني هعمل لك اللي انت عايزه ارحمني لكن دون جدوى. هذا الشاب المجني عليه يبلغ من العمر 21 عاما ويدعى شادي. الاب زي ما بقول لحضراتكم انهى حياته بطريقه بشعه، يعني اثارت مشاعر غضب في هذه المنطقه. اجهزه الامن القت به القبض عليه، النيابه العامه قررت حبسه احتياطيا. سبب هذه الجريمه وهو يعني ان المجني عليه بوظ بطاريه توك توك. وطبعا الاب دايما كان بيعاتب الابن او بياخد منه او بيطالبه بايراد معين من التوك توك اللي هو بيشتغل عليه. ايه اللي حصل؟ ايه التفاصيل اكتر هنعرفها في البدايه من شقيقه المجني عليه الشاب شادي وكذا عمه وهو شقيق المتهم، هيحكوا لنا التفاصيل كامله. هبدا يمكن معاكي، امسك المايك. انت اسمك نرجس؟ محمد. نرجس اخت شادي. نرجس محمد، ايه اللي حصل يا نرجس؟ احكي لنا كده التفاصيل من البدايه خالص. هو شافه في الشارع ابوك. فاول ما شافه راح نزل جايبه، ففضل ماسكه من هدومه كده، لفف هدومه على ايده. لا 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 حرامي. فبيقول له تعالى، انت حرامي، انت سارق مني 3000 جنيه. ابوك بيقول لاخوك؟ بيقول له تعالى انت حرامي سارق مني 3000 جنيه. فمسكه من على اول الشارع كده، مكتفه بايده كده من هدومه، وراح ماسكه ضربه قلمين على وشه، وراح مقلعه الشبشب اللي في رجله. قال له هو ده اللي انت جايبه؟ اللي هو الفلوس. لا، قلعه الشبشب اللي اخويا لابسه في رجله في الشارع. قال له هو ده اللي انت لابسه؟ اللي انت لابسه هو ده اللي انت جايبه بفلوسك؟ الشبشب. وبعد كده خده راح مطلعه فوق على الشقه، مسك حبل السبت، هو بتاع نت الحبل ده، راح رابط ايده في السرير، وربط رجله، جاب جنزير وجاب حبل بيبقى رباط كده جاكت، ربطه في المروحة، وجايب شومة اللي هي فيها حدتين بتاعت الشمسية، قعد يضربه على رجله. فراح قال له خلاص يا ابو، قعد يضربه هنا كتير. فراح قال له خلاص يا ابويا، حقك عليا، مش هعمل كده تاني، والله ما همشي. هو اللي عمله كده؟ يعني ايه اللي عمله؟ عشان مشي، يعني ساب له البيت ومشي. هو قبليها كان حبسه في البلكونه، فعشان مشي قال له ابويا حقك عليا، انا مش همشي تاني. وكان بيبص له، قال له انت كل ما تبص لي وكل ما تقول لي كده هموتك، لا اما اكسر لك رجلك. كل ده انت شايفاه بعينك؟ كل ده انا كنت واقفه في الصاله وشايفاه. ما كانش في غيرك في البيت؟ لا ما كانش في غير. ما حاولتيش تتدخلي انا؟ حاول. لما قعد يضربه بالحديدة اللي هي بالشومة اللي هي بتاعت الشمسية، قعد يضربه بيها كتير على رجله، فرجله وجعته. صوته طبعا كان يعني صراخ عالي، صوته كان عالي، بس هو محدش هيطلع له، عشان هو كل ما حد بيطلع له بيقعد يسب له الدين. بيشتم؟ بيقعد بيشتم وبيسب الدين وبيقول ألفاظ مش كويسة. تمام. فالناس بتاخد بعضها وبتنزل. فقعد يقول له يا ابويا خلاص حقك عليا، وهو كل ما يقول له حقك عليا يضربه بزياده. فراح الحبل بتاع المروحه مقطوع اللي هو كربته بيه، اتقطع، جاب سلم وطلع عمله تاني. فدخلت جيت افتح الباب عشان انزل اجيب حد، كان جنبه ازازه بنزين اللي هو بتاع التوك توك، راح دلقه على وشه.
دلق بنزين، دلق على ازازه وشه. بنزين على وشه، بعد كده راح جايب ازازتين ميه تلج دلقهم برضه على وشه، فهو وشه بقى في الارض. قعد يقول له خلاص كفايه، وشه نزل الارض مش عارف ياخد نفسه. راح جايب ازازتين ميه دلقهم على وشه، فبيقولوا وانت عملت نفسك مرت، انا لسه كده ما عملتش فيك حاجه. والدتك فين؟ متطلقه. منفصل. ما نعرفش عنها حاجه ده من كام سنه؟ من بدري قوي. فراح جايب ازازه البنزين زي ما دلق عليه، ودلق عليه الميه، راح الحبل مقطوع، طلع عمله تاني. فدخلت بقول له حقك عليا معلش سيبه، راح علي لو كلمت هحط جنبه. فنزل عشان اجيب حد، راح ماسك الكبريت في ايديه وكان هيولع فيه. رحت قاعدة مرضتش اتكلم، الحبل اتقطع، راح ضربه تاني بالشومة على دماغه. بعد ما ضربه على دماغه ضربه على كتفه جامد بالشومة اللي معاه، راحت الشومة مقطومة نصين. الشومة اللي كان بيضربه بيها اتقطمت نصين، هي اولها حديد واخرها حديد، اللي بيضربه بيها حديد وفي نص العصاية خشب، فراحت الخشبة مقطوعة. بعد كده راح قال لي فكيني يا جنى، فكيته وراح قايم. انت بيقول لك يا جنى بدل نرجس يعني. ما انا شهرتي هنا جنى. تمام. فقال لي يا جنى فكيني، فالحبل اتقطع تاني بتاع المروحة، رحت قاطعه ومفكاه، جاي اسنده عشان اخرجه، قال له اقعد في الصالة، كان داخل الأوضة التانية. راح قايل له اقعد في الصالة، انت مالكش ان انت تنام على سرير. قعدته في الصالة، سندته وقعدته في الصالة. جه يخش الحمام قال لي سنديني، سندته. بعد ما سندته خرجته تاني، جه سند عليا على الأوضة، مرضيش يدخله، فضل برضه مقعده. بعد كده جاي يقول له شفت انت بتخليني اعمل فيك ايه، شفت بتخليني اموتك ازاي، شفت بعمل فيك ايه. فبعد كده الواد لسانه تقل، مش عارف يتكلم ولا عارف يرد عليه، ان هو بيخرف. كان بيضربه على راسه وبالشومة ده. كان بيضربه على راسه وهنا على كتفته وعلى رجله وعلى ركبه، وفي كل حتة كان بيضربه في ابتدى جسمه. اخوكي شادي يخرف بقى بالكلام. بعد ما حطه في الصالة ابتدى يخرف. بعد ما بدأ يخرف قال لي سنيدي، قعد يزعق له شوية، فقلت له يا ابويا ده دماغه مش مظبوط، عايز يروح المستشفى، مرضيش يوديه. رحت مسنده حطه على السرير، شربت كوباية لبن، قال انزل هاتله ابرة فولتارين، جبتها له وراح مديها له، اداله الابرة قعد يسخن ويعرق كتير قوي. فدخلت قلت له تاني نوديه المستشفى، راح قايل لا. جبت له مرهم ودعكت له الكدمات اللي كانت في رجله، كانت رجله ورمة قوي. بعد ما دعكت له راح هو شايله ونقله على السرير اللي في الأوضة بتاعته، فبرضه جسمه كان عمال يعرق يعرق، كأنك ماسك ازاز ميه وبتدلقها عليه، وكان عمال يشخر مش دريان وعينه قفلت. قلت له نوديه المستشفى، قال لي هو هيبقى كويس. راح عامل حمام على روحه شادي، فقعد يقول له ده احنا كنا بنموت وبنخش الحمام ما تقوم، وقعد يشتمه قد كده. فبعديها تاني يوم، تاني يوم نزلت جبت له برشامتين بروفين، قال لي انزل هات له 2 بروفين. نزلت عشان اجيبهم له، راح كسر له البروفين دي نصين واداها له، فهو مش عارف يبلع، راح دبت في بقه وتفاها. بعد ما تفاها قلنا له هنوديه المستشفى، كانت على العصر تاني يوم، راح قال ماشي ودوه. قبل ما نوديه راح قال لا انتوا مش هتنزلوا بيه، هتقولوا ان هي هتقولوا ايه في المستشفى. رحنا قلنا له انت عايز ان احنا نقول ايه، راح قولوا ان هي كان شغال على التوك توك، وناس طلعوا عليه ضربوه عشان يسرقوا منه عشان يسرقوا منه التوك توك. فاحنا رحنا وقلنا كده، فعلا خدناه ورحنا وقلنا كده. جت عمته تاني يوم غيرت الاقوال، وقالت ان هي ان ابوه اللي عامل فيه كده، قالت ان ابوه اللي عامل فيه كده. فبعد ما عرفنا ان هو مات، الحكومة جت خدته. مات بقى ساعتها في نفس الموضوع؟ لا، كان عايز عملية، فاحنا عشان رحنا ندور على المستشفيات كلها مش عايزة تقبله. كانت حالته صعبة. في نفس اليوم اللي انت وديتيه المستشفى؟ لا،
مال قد ايه؟ بتاع 3 4 ايام، مات اتحجز في يوم المستشفى؟ الخميس. اتحجز في المستشفى؟ اه الدكتور قالت لنا هو قاعد على الاجهزه دي ولو امن عليها هيموت. جايين يوم الخميس نروح له زياره لقيناه ميت. يمكن مش عايز اقصر عليكي يعني بمزيد من التفاصيل تسرديها، خليني اكمل الحديث مع عمك شقيق. حضرتك اخو المتهم، الشاب شادي كان بيحبك ويعتبرك اب ليه، انا ابوه، يعني لو تقول لنا سريعا ايه انا اعتبر ابو شادي التاني، يعني انا ابو شادي اللي انا ما ربيتوش، انا اللي انا ما خلفتوش، انا ده عيل انا واخده حته لحمه حمراء بعد ما ابوه محبوس 5 6 سنين، محبوس وكان بيبيع حشيش واتحبس وساب الواد وساب البيت وانا اللي ربيته، يعني انا ليا في العيلين دول اكتر ما هو ليهم. هو شادي اخواته نرجس وليه اخ ثالث، ليه اخ تالت، التالت اللي ده هو مين؟ اللي هو احمد. احمد ده برضو مات، مشوا من هنا، مات بحادثة، مات في حادثة في عربية وهو كان جاي من الشغل، عين مات وعنده 9 سنين، كان جاي من الشغل بعد ما امه ما اتفصلت، بعد ما امه ما شافت، اشتغل وهو عنده 9 سنين. بعد ما امه ما شافت منه برضو، الام دي كانت بتتربط، كانت بتتعلق، يعني ما فيش حد يرضى على نفسه ولا يرضى على اي حد، لما زهقت انتوا برضو. مش قادرين تواجهوا خالص اخوه؟ لا احنا بنواجهه، احنا بنواجهه، بتوصل معانا اللي احنا نروح نشتكيه، يعني في ناس تانية بتقف معاه، واحنا بنقول حسبنا الله ونعم الوكيل في الناس التانية. تمام. انت يوم الجريمة بقى شفت؟ لا انا ما شفتش شادي، انا ما شفتوش، جيت على المستشفى والكلام ده. انا اللي انا سمعته اللي شادي في المستشفى، رحت شفته في المستشفى، لا حول ولا قوة، شادي ما بيتكلمش، قاعد على السرير ما بينطقش، وعذبه في كده كام ساعة يعني؟ ساعة ونص ولا ساعتين. ساعتين. طب انا عايز افهم، يعني سبب برضو الجريمة كانت ان بطارية التوك توك بايظة، هي كل حاجة. بص اقول لك انا، ولا ايراد التوك توك ما عجبش الاب؟ لا اقول لك انا الحقيقة، اللي هو ده عاوز فلوس، لو ما حدش جاب لي فلوس انا هضرب العيال دي، يعني شادي كان بيجيب له 300 جنيه مثلا، والام اللي هي امه، ام محمد، كان بيجيب له 300 جنيه وعلبه سجاير غير سجاره الحشيش اللي بيخليه يجيبها له. طب يعني يوم الجريمه ضربه بسبب ايه؟ بطاريه. بطاريه. بسبب البطاريه. بسبب البطاريه. قبلها بيوم كان الواد ده بتاع اصلا مين؟ بتاع الاب؟ ايه، يعتبر مش بتاع الاب، ده من فلوس العيل الصغير اللي مات. لما العيل الصغير ده اللي مات، اللي هو كان مع عمه، عربية خبطته، خد بعد ما خرج من 6 سنين، خد الفلوس دي وراح جاب بيها التوك توك. ده كان فلوس تعويض او حاجة؟ فلوس تعويض، فلوس دم، فلوس دم، هي دي فلوس دم. بس انا بقول، انا احب اقول حسبنا الله ونعم الوكيل في محمد، واللي كان بيمشي ورا محمد واللي مقوم محمد. زي ما حضراتكم سمعتوا التفاصيل المأساوية رصدت، يعني سردتها عفوا هذه يعني الفتاة شقيقة المجني عليه وعم المجني عليه، اللي هو أيضا يعني شقيق المتهم. الأب اعتاد يعني ممارسة التعذيب بحق كل أفراد الأسرة، اعتاد أيضا أن هو يضرب المجني عليه شادي دائما بسبب إيراد التوك توك، بيطلب منه 300 جنيه كل يوم، لكن يوم الجريمة فوجئ بأن بطارية التوك توك بايظة، قعد يضرب الطفل حتى الشاب عفوا حتى وفاته. وفاته طبعا عفوا، هذه الوفاة حدثت بعد نقله للمستشفى ومقوسه فيها مدة 3 أيام. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، كنت معكم أنا محمد القماش الصحفي بالمصري اليوم، هنوفيكم بكل ما هو جديد بشأن هذه الحادثة أولا بأول.